جواب الاستقالة؟ لا يا فندم، هو انا خلصني ده جواب من واحدة ست؟ واحدة ست؟ ايوه مرضيش تدخل لما عرفت ان سيادتك موجودة هنا. ومين الست دي بقى يا جناب المدير؟ ربما تكون واحدة زبونة مقدمة شكوى. وريني. انا ما اعرفش حاجه ابدا. اللي مديلك على المنديل بالروج يا حلاوه. انا ما اعرفش حاجه ابدا. الله يخرب بيتك يا فراس يا دوب. بتغشني يا موريس، بتخدعني يا 30,000 موريس. انا بريء. اخرس، بريء في عينك. على العموم انا هوريلك، تعرف لو رجعت البيت هطين عشتك. انا بريء. اخرس. بريء. بتخش البيت وانا نايمه وتخرج من البيت وانا نايمه. انا بريء. اخرس. وشك. أنا بريء، أنا بريء، أنا بريء. الله يخرب بيتك يا فراش يا دون، الله يخرب بيتك. غور من وشي أنت كمان. مرفوت. أفندم؟ يعني مفصول، مطرود، برا. خلاص يا آخر رزقين على الله، ربنا يشفيك. برا برا برا. خربت بيتي. اهلا وسهلا سي مصطفى، رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم حسين. انت مش ناوي تصوم رمضان السنه دي ولا ايه؟ رمضان بس؟ ده انا هصوم على طول. حسابك كام؟ 90 قرش. يا سلام، يعني افك لك جنيه علشان 90 قرش؟ لا لا لا، اللي يريحك. تحب تخليه معاك لغايه ما يبقى الحساب جنيه؟ لا، فقر بلادين هو الغنى الكامل. تشكر. وادي 10 ساعة. ايه يا عم؟ الا قول لي يا درش، انت مش هتشتري يا مش رمضان؟ يا مش رمضان؟ ده انا كل اللي احتكم عليه النص ريال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه وانت واقفة لوحدك زعلانة ليه؟ اصل الفانوس بتاعي مسكتي وقديم. طيب ابوك ما اشتريلكيش فانوس جديد ليه؟ اصل ابويا ميت، امي معياش فلوس. لا حول الله، انا يا حبيبتي هشتري لك فانوس. يعجبك ده؟ ايوه. خدي العبي بيه. كنت تابع العب بيه. ميرسي. حسابك كام يا عم حسين؟ 10 ساغ يا درش. اتفضل. شكر. عشقنا عليك يا رب. تطلب ايه؟ اطلب بليس النجدة. انت مين فهمني؟ انا افرقان.
رب حوس حوس حوس. عفريت من الجن الاخطر. يا حلاوتك، وتبقى حضرتك بقى اخضر مقلم ولا اخضر ساده؟ انت بتقلش عليا يا مصطفى؟ يا سيدي العفو استغفر الله، اصل انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير، اطلع. سأطلع. قول لي بقى، تحب اعمل لك قهوه؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معزل؟ اخرس. يو يا سيدي حلمك شويه، هو انت تقرب للمدير؟ وبعدين معاك انت هتهزر وياي؟ وفيها ايه يا اخي؟ ما تخليك فرايحي. اقول لك نكته؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين في ريت. انا حارس الفلوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلد، عامل لي حارس على حتة فانوس من سطلي؟ انت ما تعرفش قيمة الفانوس ده، ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعادة يا مصطفى. ما هو باين اهو، ده يا ابني من كتر السعادة صدى. كنت محبوس في الفانوس بأمر سليمان الحكيم، تعرفه؟ تسمع عليه؟ لا، أنا أسمع على توفيق الحكيم بس. سليمان الحكيم، سليمان ابن داود، سليمان عليه السلام. قصدك سيدنا سليمان؟ عليه السلام. وأنت محبوس في الفانوس ده من أيام سيدنا سليمان؟ عليه السلام. ومين اللي حابسك؟ سيدنا سليمان. عليه السلام. وكان حبسك ليه اسم الله؟ سرقت حاجة؟ عصيت أمر من أوامره، حكم عليا بالسجن جوه الفانوس، مخرجش منه إلا لما حد يدعكه زي ما عملت أنت يا مصطفى. ما أنا عارف بخت المقندل، كان لازم يعني أدعك الفانوس عشان تشرفني حضرتك. حظك بوم قوي، ده لو ما كانش بوم كان يجرالي ده كله. أنا أصلي نادر نادر، الشخص اللي طلعني من الفانوس لازم أكافئه. الله يكافئك يا شيخ. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. عايز ايه؟ عايزك تسيبني وتروح لحالك. مستحيل، انت رديت لحريتي بعد ما كنت محبوس من ايام سيدنا سليمان. على فكرة انا عايز اقابل سيدنا سليمان عليه السلام. عايز اقدم له الطاعة واطلب منه العفو والسماح. هو موجود فين؟ على كل حال مش موجود هنا. امال فين؟ في القدس. اروح للقدس؟ انا يستحيل استنى ثانية واحدة هنا، انا هنام في الشارع على الرصيف. ليه ليه؟ يا كتاب يا غشوش. يام انت جيت لي تاني؟ ايوه انا هنتقم منك. ليه بس؟ ضحكت عليا وقلت لي ان سيدنا سليمان في القدس، رحت القدس ما لقيتوش. بلاش تغجيس بقى، ده انت لو كنت رحت العتبة كنت غبت اكتر من كده، مش القدس. بقولك رحت القدس وجيت. ازاي بس؟ انت عفريت نفاس. انت مستغرب؟ انا اقدر الف العالم كله في 5 دقايق. قول لي حالا سيدنا سليمان فين؟ سيدنا سليمان مات البقية في حياتك، مات من زمان قوي. مات؟ الله الله الله، ده انت عفريت خرع قوي، ما تشد حيلك. امال كلنا؟ لا انا اصلي بقالي الاف السنين جوه الفانوس وما عرفتش ان سيدنا سليمان مات. يا سيدي الموت علينا حق، وكل من عليها فان، واللي ما يموت منين يفوت؟ تمام، قول لي بقى طلباتك ايه؟ تاني؟ قلت لك مش عايز حاجه، اتفضل بقى، مع السلامه. نو بيزنس از بيزنس. بيزنس؟ انت بتتكلم انجليزي؟ ليه عفريت سكوتش؟ انا بتكلم بجميع لغات العالم. شيء جميل، ده انت على كده عفريت مثقف قوي. اشكرك، قولي بقى طلباتك ايه؟ انت مصمم يعني؟ طبعا،
انت ليك عد السبع طلبات، سبع اماني احققهم لك. طيب يا عم، انا عايز بدله جديده، بدله شيك. بدله جديده؟ مبروك. مبروك على ايه؟ البدله. هي فين؟ ما انت لبستها خلاص. يا عم انت بتضحك على ايه؟ ليه؟ ده مش انا بقى، انا شكلي مهزقه كده. مهزقه ليه؟ انت لابس بدلة سلطان. سلطان ايه يا عم؟ خليها على الله، دول يلبسوها جماعة بتوع التمثيل. اغيرها لك. ايه رأيك دلوقتي؟ مين المغفل ده؟ انت. انا؟ لابس بدلة صيني. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تقلبني على كل لون؟ انا عايز بدلة زي بدل الناس، بنطلون وجاكيتة وقميص وكرافات. ما تقول كده من الصبح. يا ابن الجنية، دي مقاسي بالظبط، مين اللي فصلها لي؟ عفريت. يا ماما عفريت؟ يعني فصلها لي في جهنم؟ ده واد عبقري قوي. تطلب ايه تاني بقى؟ شبيك لبيك. الله يرحم والديك. بقى كلام في سرك، انا كان معايا نص ريال فاضل من مقيتي، وكنت ناوي اتعشى بيه، لكن راح في الخير، جبرت خاطر طفل يتيم. وازاي عرفت الحكايه دي؟ عفريت. ده انت لازم عفريت من المباحث. وان جيت للحق بقى يا عفركوش، انا سعيد جدا اللي قدرت اسعد طفل يتيم مسكين زي ده. الحسنة بعشرة أمثالها يا مصطفى. عشر أمثالها؟ يعني عشر نص ريالات؟ يعني جنيه؟ فضل وعدل. إيه تطلب تاني؟ أتعشى. العشاء جاهز، اتفضل. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اتفضل معانا يا اخ. بالهدى والشفا. كتير قوي، اسحب لي 10,000 جنيه من بنك العفاريت بتاعكم. 10,000 جنيه كتير، القناعة كنز لا يفنى. سيبك من الكلام الفاضي ده، طول عمر عايش في الكنز الذي لا يفنى لحد ما عرفت انه فقر لا يفنى. ناولني. اسمع نصيحتي يا مصطفى يا ابني نفوسها. نعم نعم، انت تعرف امي؟ ايوه. خلاص يا عم، ما دام بتعرف امي، ايدك بقى على المبلغ، لا يمني، خلينا اتمتع بالدنيا. هتصرف ال10,000 جنيه في قد ايه؟ في يومين وشرفك، في 48 ساعة، وبعد كده البركة فيك تناولني غيرهم. طيب اسمع. اسمع ايه؟ قول لي. طيب اقبض. هتقبض، بس لازم تسمع. افندم. ان ما قدرتش تضيع ال10,000 جنيه في يومين، مش هديلك بعد كده حاجة أبدا. ده نصرف 50,000، 100,000، هعوض اللي فاتني كله. اتفقنا، بس من غير ما تشتري أرض ولا بيت. عارف عارف، بس إيدك.
اتفضل الفلوس على السرير. قوم عربان. خلاص ما فيش مدبس، ما فيش غير كافيار. مين ماهد؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل. اديني قلم. عايز قلم تكتب؟ لا، قلم على وشي. قلم على وشك؟ انا مش عارف اموت مصير اذا كنت صاحي ولا نايم. لا صاحي يا مصطفى. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. الله، انت عيان يا مصطفى؟ لا، عدم المؤاخذه، اعصابي مش كويسه ابدا. على العموم خطوه عزيزه اموت مؤذين ناهد. ميرسي قوي يا مصطفى، خد. ايه ده، انت كاتبه لي جواب؟ لا، موظفين الشركة جمعوا لك المبلغ ده عشان يساعدوك لحد ما تلاقي وظيفة. وعلى فكرة أنا كتبت شكوى للنقابة بتاعتكم عشان ترجعك الشغل. شغل؟ الله، بتضحك علي يا مصطفى. بضحك علي؟ الله، غريبة، أنت حالتك النهاردة متغيرة خالص. من فضلك رجع الفلوس دي لاصحابها. قول لهم إن أنا مش محتاج فلوس، مش عاوز فلوس. اتفضلي. انا عارفه ان انت عندك عزه نفس، لكن الزملاء لازم يساعدوا بعض. يساعدوا مين؟ ده انا عاوز اللي يساعدني في صرف دوت. شوف الافلاسي. ايه دول فلوس؟ امال كتاشين فلوس، 10,000 جنيه يا مدموازيل، فلوس. فلوس جبتهم منين؟ ورثت حد؟ ورثت مين؟ ده انا اغنى واحد في العائله. الله، امال لقيت كنز؟ لا لا لا، تعالي بس اقعدي وانا افهمك. المهم ان انا اضيع ال 10,000 جنيه دول في 48 ساعه. بس ازاي؟ ازاي؟ انا هقول لك، الراجل اللي اداني الفلوس دول قال لي اذا قدرت اضيع ال 10,000 جنيه في 48 ساعه هيديني اكتر مما كنت اتصور، واذا ما ضيعتهمش هيرجعني افقر مما كنت. الكلام ده مش معقول. مصطفى، قول بالحق، جبت الفلوس دي منين؟ انت ايه، مش مصدقاني؟ مش مصدقاني. مصطفى. مصطفى. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى بتيجي يا مصطفى؟ يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين من عطرين، انت هتيجي يا مصطفى. يا ما السهر عشانك انت، قول لي يا غالي هشوفك امتى؟ يا ما السهر عشانك انت، قول لي يا غالي هشوفك امتى؟ شريجة تم، شريجة تدور، قومي لا صلصة ديل البومودور. شريجة تم، شريجة تدور، قومي لا صلصة ديل البومودور. جارسون فندم، خد الازايز دي اطلقها وجيب بدلها ازايز جديدة. مش شغلك، مش انا حر؟ شيل. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين، انت حتيجي يا مصطفى. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى.
نخش الزباين اللي في المحل كلهم على حساب. حاضر، لكن انا اتعشيت. اتعشى كمان؟ ما اقدرش اتعشى. وعلى كيفك؟ ده على كيفي انا جرسون عشي. حاضر، علشان ايه تدفع لنا الحساب؟ دي اهانة. اعتبرها اعانة. زباين المحل ده قدك وقدود، انت فاكر الزباين ايه؟ بص لهم كويس. شايفهم، النص اللي على يميني بهايم والنص اللي على شمالي حمير. انا مش بهيم. خلاص تعال على شمالي. او كذا جرسون. افندم، حسابك كام؟ 150 جنيه بس. بس يا راجل، راجع حسابك كويس. انا بيتهيأ لانهم اكتر. مظبوط يا بيه، 150 جنيه. انت اللي بتغسونا، انت بتسرق المحل، انت لازم يرفدوك. من فضلك يا بيه، انا عندي ذمه. ايه خلاص خد، ولو رجعت حاجه هخرب بيتك. امرك يا بيه. ودي دول اللي بتوع الاوركستر وقول لهم اضربوا لي تاني يا مصر. امرك يا بيه. انا عايزه تذكر يا حبيبي. وانا. حاضر. وانا. خدي يا مصطفى، يا مصطفى.